مرحبا بكم بنات في فيديو جديد. اليوم رانا رايحين نهضروا على عقليه اخسر وفارق، قالوها جدودنا وما غلطوش. اذا راكم حابين تعرفوا هذه التفاصيل باش تتعلموا تخيروا حياتكم وتتعلموا تتقدموا وبعدوا على الناس العيانين، اشتركوا في القناه وخلوا لي رايكم في التعليقات على هذا المثل اللي خلاوهن جدودنا. اللي ما يعرفنيش انا صبرينا وندير فيديوهات بزاف، دونك اشتركوا في القناه. اخسر وفارق حقيقة هي جملة بسيطة بزاف بزاف بزاف، بصح الأهمية تاعها كبيرة والتأثير تاعها في حياتنا هي كبيرة. أصلا هذه جملة أخسر وفارق راهي علم يدرس في علم النفس واسمها let go، learn how to let it go، يعني تعلم كيفاش تخلي الأشياء تروح حتى لو كنت خاسر. علاش هذه الجملة مفيدة وعلاش الناس بكري ولا جدودنا ما غلطوش نهار اللي قالك أخسر وفارق؟ دي فوا احنا في حياتنا نتعرفوا بناس سيئة جدا في البداية، نقولوا معليش، نشوفوا احنا اصلا من بداية العلاقة تاعنا بهم نشوفوا سلبياتهم، بصح نقولوا نو معليش بالك انا اني غلطة ولا انا اني غلط، نو معليش بالك غلط هو ماشي طبيعته هكا. مي نو، ردوا بالكم بلي هاد الناس هما حثالة، دي فوايو زبل، نرموهم في الزبل. واش تشوفي في الاول يلزم ديريكت تطبقي معاهم اخسر وفارق. بصح احنا بما اننا الشعب الجزائري طيب وحنين يقول معليش نمد فرصه ثانيه، وهذه تربيتنا للاسف تربيه غلط انه نسامحوا دائما ونعطوا فرص ثانيه وثالثه على امل انه الانسان يتحسن ولا نكونوا غالطين. العقليه حسيتها بزاف الجزائريات، بزاف بزاف الجزائريات صراحه، باسكو الناس من جنسيات واحده اخرى تغلط تخلص، اما احنا فقط المبيض وتوجور نسامحوا ونمدوا لي شانس، ولكن علينا وعلى انه نطبقوا عقليه اخسر وفارق. اذا شفنا ريد فلاجز ولا علامات حمراء من بدايه اي علاقه، من الاول لازم نقطع علاقتي تماما مع هذا الانسان ونرميه في لابوبال. ودائما نقول نرميه في لابوبال لانه الحثاله بلاصتهم في لابوبال ولا في التواليت، راكم عارفين. عقليه اخسر وفارق ماشي برك في العلاقات، عقليه اخسر وفارق نقدروا نطبقوها في كل حاجه في حياتنا. نعطي المثال الاول، مثلا بديت علاقه عمل بيزنس خدمة تقدر تدخل لي دراهم، وشنو انا كل خطرة نحط دراهم ودراهم ما يدخلوش، كل خطرة نحط دراهم ودراهم نخسر. حقيقة يلزم نتعلم ونطبق المثل اللي يقول اخسر وفارق. علاش؟ لانه دركا انا راني خاسرة، ولكن كي نكمل في انه ننفيستي في حاجة ما تجيبليش يعني مدخول ولا ما تجيبليش حاجة قيمة، راني رايحة نزيد نخسر. فالاحسن انه نخسر دركا ونفارق، وبالتالي نكون انا كسبت وقت، كسبت دراهم واحد اخرين ما خسرتهمش، وكسبت روحي، فيما عوض انه نقعد ننفيستي في حاجة اصلا بوادرها راهي تبان فاشلة. عقلية أخسر وفارق نقدر نطبقها كذلك في العلاقات العاطفية، في الزواج، في علاقات الحب، في الصداقات. أي إنسان أو إنسانة تعرفوهم يبدأ يمص 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 ويدير لك بزاف صوالح عيانين، حتى وتكون يعني انفستيت معه وقت، انفستيت معه دراهم، انفستيت معه يعني مشاعر، أقطع، أرمي أرمي. كاين واحد المثل يقول في الطليان طولي الدينتي طولي الدولوري، واش معناها؟ معناها نحي الضرسة نحي همها. وصح، كيف كيف نفس المثل تاع أخسر وفارق، معناتها نتوما راكم تحبوا هذا الإنسان راكم تنفيستيو، ولكن دائما تشوفوا السلبيات، هذا الإنسان عيان، هذا الإنسان يسرقكم، يخدعكم، يكسكروكريكم، يحوس يبروفيتي منكم، يسبكم، يخدعكم، بزاف صوالح. واش ديري أنتيا؟ اخسري، معليش خسرتي ذاك الوقت، معليش خسرتي الانرجي، معليش خسرتي دراهم، معليش وش كاع وش خسرتي، معليش ارميه في الزبل وروحي عيشي حياتك اير. اخسري وفارقي راكي رايحه تكسبي روحك، لانه سياسه اخسر وفارق راهي سياسه جميله جدا جدا حقيقه. هذا المثل جدودنا ناس بكري يعرفوا واش يهضروا. انا روماركيت يعني نشوف ونشوف ونشوف، ولكن نرجع دائما رايي للجدود فعلا عندهم حق. حقيقه طبق سياسه
اخسر وفارق اذا انا عندي مشكله ما نحبش نخلي الصوالح. انا حرفيا كنت من هذا النوع، يعني انا شخص حقيقه نقدر نشوف السلبيات تاع الاشخاص، نقدر ننفيستي في حاجه نخسر فيها، ولكن عندي مشكل كبير نفسي والحمد لله يعني راني تخلصت منه بطرق بسيطه جدا. راني رايحه نقولهم لكم، نخلي الحاجات اللي تضرني ونخسر ونفارق باش نعيش حياتي. أول حاجة باش نطبق هذه سياسة أخسر وفارق، على بالي بلي تجينا صعيبة في الأول وما نقدروش نطبقوها على الأشخاص، نبدأ ونطبقوها على الأشياء. par example بنات، عندكم أي حاجة عزيزة عليكم في الدار، نقولوا ببون ولا نقولوا بول، هذاك البول اللي تحبوه بزاف تعلموا تمدوه، تصدقوه، تبرعوا به. هكذا الحاجة اللي تحبوها انتوما كي تمدوها تحسوا وش معنتها، تبداو توالفوا، ولفوا روحكم بالعقل 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 انكم تمدوا ولا تتخلصوا من الاشياء اللي تحبوهم. العادات السيئة ثاني، مالغري بار اكزومبل كاين عادات تعطينا مثلا متعة مؤقتة، الاكل الاكل الاكل، يعني متعة الاكل تعطينا يعني متعة تخلينا سعداء، تعلي هرمون السعادة، ولكن كثرة الاكل يجيب الامراض، كثرة الاكل يسبب السمنة، كثرة الاكل يجيب بزاف مشاكل. يعني انا مثلا نسي نبدا نتخلى على هذيك الحبة تاع الكاطو اللي دايما نحب ناكلها، هذه هي اخسر وفارق، خسرتها وفارقتها بصح راح نربح صحتي. ديروا مليح في بالكم انه سياسة اخسر وفارق تقابلها اربح روحك، هذه هي المعادلة، اخسر وفارق تساوي اربح روحك يا اخو ولا يا اختي. يعني طبقوا سياسة اخسر وفارق في اي حاجة راهي مديرونجياتكم في حياتكم وحابين تتخلصوا منها، اعفسوا على قلبكم. في نهاية المطاف نحب نشكركم على مشاهدة الفيديو، وماذا بكم اشتركوا في القناة ونشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. سلام.